أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. كن مبدعا في الخير، الناس مشوا على طريق خير، بطريقة معينة أنت تمشي على ذلك الطريق بتلك الطريقة، شيء حسن. ولكن إن تمكنت أن تكون مبدعا في ذلك الخير من دون خرق وحسب ضوابط ذلك الخير، الإبداع هذا يكون ذا قيمة، يكون مميزا. هذا الأمر يجري ويسري في كل الأمور الخيرية، الشعائر الحسينية هي من أفضل الخيرات، حب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هو كل الخير، من أراد الله به الخير، ذكرت هذا سابقا لكم أن هناك روايات عديدة: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، زهده في الدنيا. في مورد واحد بمقدار بحثي: من أراد الله به الخير، يعني كل الخير، قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الشعائر الحسينية من أفضل الخيرات،
حب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هو كل الخير. فكما تكون مبدعا في الخيرات بصورة عامة، كن مبدعا في الشعائر الحسينية، كن مبدعا في طريقة إظهارك لحب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الإنسان يمشي على طرق السابقين في الشعائر الحسينية، هذا شيء عظيم محبوب، بل ضرورة. ولكن في عرض ذلك أيضا يكون الشخص المتمكن من الإبداع أن يكون مبدعا في الشعائر الحسينية من دون خرق وحسب ضوابط الشعائر الحسينية، حسب العناوين المنطبقة على الشعائر الحسينية. يلزم أن يكون هناك إبداع في الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية ليست حكرا على فئة، ليست محصورة لمجموعة من الناس فقط. الشعائر الحسينية ليست تلك الأمور التي كانت في العصور السابقة فقط، يلزم أن يكون هناك إبداع طبقا لضوابط العناوين المحبوبة المنطبقة على الشعائر الحسينية. أن نسير على ما سار عليه السابقون من المؤمنين الصالحين، هذا شيء حسن، ولكن أيضا كن مبدعا. البعض لا يروق له ذلك، البعض يحاول يتصور ويصور للآخرين بأن الشعائر الحسينية يلزم أن تكون بتلك الصورة التي كانت في العصور السابقة فقط. لماذا؟ لماذا إقفال باب الإبداع في الشعائر الحسينية؟ الإبداع في الخيرات الأخرى صحيح، الإبداع في الشعائر الحسينية غير صحيح. لماذا؟ الشعائر الحسينية من أفضل الخيرات. الشعائر الحسينية كالنهر الجاري، كلما فسح له مجال يمشي. الشعائر الحسينية كالشمس، كلما فتحت نافذة لها دخلت أشعتها، دخل نورها في كل عصر بصورة، في المجتمعات المختلفة بصور مختلفة، كلها من الشعائر الحسينية إذا انطبقت عليها العناوين المحبوبة التي تنطبق على الشعائر الحسينية. سؤال: الإبداع في الشعائر الحسينية لا يستلزم البدعة؟ كلا. الفرق بين الإبداع المحبوب شرعا وبين البدعة المبغوضة شرعا أن الإبداع هو ما كانت أصوله موجودة في الشرع، كمثال خدمة الناس. خدمة الناس من الأعمال المحبوبة، نعم بلا شك، هذا العنوان محبوب، هذا العنوان ينطبق في زمن انطباقا معينا، نفس هذا العنوان ينطبق في زمن ثاني انطباقا ثانيا، وكلاهما مصداقان لهذا العنوان المحبوب الذي هو خدمة الناس. السعي في قضاء حوائج الناس، هذا شيء محبوب أم لا؟ محبوب. كفالة الأيتام، هذا شيء محبوب أم لا؟ محبوب. كفالة الأيتام في زمن النبي صلى الله عليه وآله، في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت بصورة، في زمننا هذا كفالة الأيتام تكون بصورة ثانية. ونفس الثواب،
نفس الأجر الذي يكفل يتيما بالطرق الموجودة اليوم، هذا ثوابه مع ملاحظة طبعا النية، مع ملاحظة بقية الأمور، من حيث هو ثوابه بالضبط مثل ثواب كفالة الأيتام بالطرق التي كانت في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اليوم واحد يشتري، شخص يشتري ليتيم، لعائلة يتيمة ثلاجة، ما كان في زمن النبي، ما كان في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. هذا شيء محبوب أم لا؟ محبوب. اليوم شخص يكفل يتيما بأن يدفع أجور تسجيله في مدرسة جيدة، هذا كان في زمن النبي؟ ما كان. هذه بدعة؟ كلا. هذا إبداع؟ هذا مصداق لذلك العنوان الذي حبذه الشرع، كفالة الأيتام. هذا ضمن كفالة الأيتام، إذا الشخص كفل يتيما. يعني شخص يكفل أيتام يشتري لهم سيارة، ما كان في زمن النبي. عنوان كفالة الأيتام لا تشمل هذا المورد؟ نعم تشمل. هكذا سائر الأمور التي أصولها موجودة في الشرع، بتعبير الفقهاء الإطلاقات والعمومات تنطبق. الشيء المحبوب هو هذا الإطلاق، هذا العنوان المطلق، هو هذا العنوان العام. كيف منطبق هذا الشيء يكون مصداقا لذلك العنوان فيكون محبوبا؟ هذه ليست من البدعة، والنماذج في الشرع بالمئات بالآلاف. المصباح في المساجد، المصباح في المساجد كان بطريق آخر في عصر النبي. يلزم أن ننير المساجد اليوم بنفس تلك الطريقة؟ لا. وهكذا بقية العناوين. الشعائر الحسينية تنطبق عليها عناوين محبوبة، ليس عنوانا واحدا، عناوين محبوبة عديدة إن لم أقل كثيرة. هذه العناوين تنطبق على الشعائر الحسينية القديمة، تنطبق على الشعائر الحسينية الحديثة، العنوان نفس العنوان. مثلا من جملة العناوين التي تنطبق على الشعائر الحسينية، هذه العناوين واردة في الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة، من جملة الأحاديث التي تنطبق على جميع الشعائر الحسينية عنوان إظهار الحب لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذا شيء محبوب أم لا؟ القرآن أمر، أصلا ما أمر القرآن، جعل هذا الشيء أجر رسالة النبي صلى الله عليه وآله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا أجر الرسالة، إظهار الحب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الشعائر الحسينية بمصاديقها القديمة وبمصاديقها الحديثة المستحدثة، هذه من مصاديق إظهار الحب لسيد الشهداء؟ نعم. فتكون محبوبة؟ نعم. العنوان ينطبق، عنوان إظهار الحب لسيد الشهداء. عنوان آخر، عنوان الجزع، الذي ينطبق على كثير من الشعائر الحسينية، لا ينطبق على كل الشعائر الحسينية. مثلا إذا شخص يبكي، هو جالس في مكان يبكي بصوت خافت، هذا لا يسمى جزعا، هذا محبوب، هذا محبوب لانطباق عنوان البكاء عليه، أما ليس من الجزع. أما عنوان الجزع، هذا العنوان ينطبق على كثير من الشعائر الحسينية، هذا العنوان محبوب ألا؟ كل الجزع محبوب على سيد الشهداء. شخص يجزع بطريقة حديثة يجزع، هذا العنوان المحبوب ينطبق. إذن هذا الجزع، هذا النوع المستحدث من الشعائر الحسينية لأنه مصداق للجزع المحبوب يكون محبوبا. عنوان آخر، عنوان نصرة الإمام المظلوم عليه الصلاة والسلام. تعلمون كلمة مظلوم وردت في القرآن الكريم مرة واحدة فقط، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وهذه الآية المباركة، راجعوا التفاسير، هذه الآية المباركة فسرت بسيد الشهداء. المظلوم الذي يعتبره الله سبحانه وتعالى مظلوما هو الإمام الحسين. نصرة الإمام المظلوم عليه الصلاة والسلام محبوبة أم لا؟ محبوبة. الشعائر الحسينية نصرة الإمام المظلوم أم لا؟ كلها نصرة. البراءة العملية من قتلة سيد الشهداء، البراءة العملية ممن أسس أساس الظلم على أهل البيت،
هذه محبوبة أم لا؟ محبوبة، من الواجبات هذه ليست من المستحبات، كإظهار الحب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذي هو من الواجبات. هذا العنوان الواجب، إظهار البراءة من أعداء أهل البيت، هذا واجب محبوب، بل واجب ينطبق على الشعائر الحسينية أم لا؟ الذي يشترك في الشعائر الحسينية عمليا لا يظهر البراءة من أعداء الإمام الحسين قطعا. وخذ إليك عنوان إحياء أمر أهل البيت، إحياء أي جزء، أي بعد، أي زاوية من عاشوراء، بأي طريقة عملية قولية، إحياء عاشوراء من أعظم مصاديق إحياء أمر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الشعائر الحسينية إحياء عاشوراء أم لا؟ كلها بالاستثناء إحياء عاشوراء للشعائر الحسينية القديمة والشعائر الحسينية المستحدثة، إحياء لا أمر أهل البيت نعم، لأنها إحياء لا عاشوراء. وعناوين وعناوين، هذه العناوين المحبوبة تنطبق على المصادق القديمة، تنطبق على المصادق المستحدثة بنفس الكيفية تنطبق. تلك كانت نصرة للإمام المظلوم، هذه نصرة للإمام المظلوم. تلك أحياء لأمر أهل البيت، هذه أحياء لأمر أهل البيت، بالضبط كمصادق كفالة الأيتام، بالضبط كمصادق خدمة الناس. طبعا هذا أفضل بكثير. طبعا هنا عناوين واجبة أيضا، هذه بدعة؟ لأن هذه الشعيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، هذا منطق يقوله عالم؟ أبدا لا يقول هذا الشيء عالم، أبدا مستحيل. نعم مشكلتنا القديمة الحديثة اختلاط بعض من يتشبه بالعلماء بالعلماء، الناس كثير منهم لا يفرقون، هذا الشخص شكله مثل العلماء، هو متشبه بالعلماء، لا يعرف الذي يقول هذه الأمور بدعة، هذا لا يعرف أوليات الفقه، أوليات الفقه. وبعضنا يساهم للأسف الشديد، يساهم في هذا الإرباك. بعضنا يقول نحن لا نفرق بينهم، كلهم كذا، كلهم علماء. يعني ماذا؟ يعني هؤلاء أنبياء لا نفرق بين أحد منهم؟ بلا نفرق، يجب علينا أن نفرق، لا نفرق بين العالم الحقيقي التقي والمتشبه زورا بالعلماء، لا نفرق بينهما، كيف لا نفرق؟ القرآن فرق، الرواية الشريفة فرقت. العالم الحقيقي التقي نعظمه نجله، أي تعظيم أي إجلال، نقبل يديه نقبل رجليه، هذا عظيم. ولكن المتشبه زورا بالعلماء نحترمه؟ لا نحترمه ذرة. العالم الفاسق نحترمه؟ أبدا لا نحترمه ذرة، لأنه له أتباع يلزم أن يحترم. هذا أي منطق؟ هذا المنطق هو الذي جرى لنا هذه الاضطرابات، هذه المشاكل، الأمور تختلط. شعار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تسمى بدعة، هذا ليس عيبا؟ لا أقول عيب أمام الناس، عيب أمام الله، هذه فاجعة أمام الصديقة الكبرى سلام الله عليها. شعائر ابنها تسمى ببدعة، لماذا؟ لأن بعضنا ساهم، قال لا نحن لا نفرق، لا نفرق يعني وجود هذه الخربطة، وجود هذه المشاكل، يعني أن شخصا يخرج من أشباه العلماء يقول الشيء الفلاني الشعيرة الفلانية بدعة، لأنه لا يعرف، لا يعرف أوليات الدين، لا يعرف الفرق بين البدعة السيئة، الشيء الذي له أصول في الدين، هذا لا يسمى بدعة،
هذا يعرفه العالم، يعرفه الفاضل دون العالم. لماذا عندما تصل الأمور إلى قضايا مرتبطة بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فورا تطلقون عنوان البدعة؟ الشعيرة الفلانية بدعة، الشعيرة الحسينية الفلانية بدعة، ما جعلتم، ما تركتم شعيرة حسينية إلا وأطلقتم هذه الكلمة السيئة عليها بعنوان، بدليل أن هذه الشعيرة ما كانت في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. أما عندما تصل الأمور إلى قضاياكم السياسية الخاصة تأخذون راحتكم، تمشون بكل سرعة، أصلا لا تفكرون ولا تسمحون لأحد أن ينطق بكلمة. المشكلة لماذا مع الشعائر الحسينية؟ والمشكلة أن هذه الكلمة السيئة، استخدموا كلمة سيئة جدا، كلمة بدعة، وهم لا يعرفون أن الشعائر الحسينية من أصول، من الأمور التي أصولها موجودة في الدين وأصولها عديدة. العناوين المنطبقة ذكرت لكم بعض العناوين، بعض هذه العناوين واجبة. تعلمون يعني ماذا واجبة؟ يعني عندما تؤدي شعيرة حسينية أنت تؤدي بعض الواجبات التي تنطبق على هذه الأعمال، ليس فقط مستحبات، بعض العناوين الواجبة أنت تؤديها بأدائك للشعائر الحسينية. لا علينا بهم، ليمشوا في دربهم. ليس تعمل عيون لكنما تعمل قلوب التي انطوت في الصدور. المشكلة القلب أحيانا يعمى. القرآن أيضا يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا علينا بهم، علينا الإبداع في الشعائر الحسينية المقدسة. نؤدي الشعائر الحسينية التي أداها وأسسها المؤمنون الصالحون السابقون، نؤديها بأقوى صورة من دون أن يحصل فيها أصغر خلل، أصغر ضعف. ولكن في عرض ذلك يلزم أن نبدع، أن نأتي بطرق جديدة لبيان ما حدث في عاشوراء، بيان قولي وبيان عملي. كثير من الأمور التي صارت حدثت في عاشوراء لها مجال بيان عملي ولا تبين إلى اليوم. ينقلون، أحد المؤمنين نقل لي، ونعم النقل، عن أحد الفقهاء العلماء الموجودون اليوم أنه كان يقول، ولنعم ما قال، أنه في يوم عاشوراء خصوصا في شعيرة التطبير الذي يؤدي هذه الشعيرة، من الجيد أنه بعد أداء هذه الشعيرة يخضب لحيته وشعر رأسه بدمه تذكيرا بما صنعه المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في ساعته الأخيرة خضب كريمته بدمه الطاهر وقال كما يذكر العلامة المجلسي وغيره، وقال هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله
صلى الله عليه وآله، وأنا مخضوب بدمي وأقول يا رسول الله قتلني فلان وفلان، تعلمون من هم فلان وفلان؟ هذا إبداع، هذا تذكير للنفس وتذكير للآخرين بما حدث لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. من الجيد أن الذي يشترك في شعيرة التطبير يصنع هذا الشيء. طريقة جديدة لبيان هذه القطعة، هذا المقطع من عاشوراء. شعيرة حسينية أسسها بعض المؤمنين الصالحين قبل لعله أكثر من 100 سنة، شعيرة التتريب، أن يكون الإنسان يوم عاشوراء على جسمه، على ملامحه، على وجهه شيء من التراب، من الطين، أو التطين يسمى. هذه شعيرة حسينية جميلة جدا، جميلة يعني قصدي أنها مبينة لشيء مما حدث في عاشوراء، أن يكون الإنسان على جسمه، على وجهه التراب في يوم عاشوراء. هذا تذكير لما حدث لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، في إحدى حولياته يقول: تريب المحيا سيد الشهداء في يوم عاشوراء كان على وجهه الشريف التراب. يقول: تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها، غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها، وقتلك صبرا بعيد أبوك ثناها وكسر أوثانها، أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ظمآنها، ألست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعانها، فلم أغفلت بك أوتارها وليست تطالب إمكانها. يا صاحب الأمر روحي لك الفداء، أنا لا أخاطبك بهذا البيت، حاشا حاشا أن تخاطب بهذا البيت، أنت ما أغفلت الطلب بثار الحسين عليه الصلاة والسلام، أنت تنتظر أمر الله، ولكن أخاطب السادة، أخاطب المؤمنين، أليس سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هو زعيمكم؟ لماذا لا تطلبون بثاره؟ ألست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعانها، فلم أغفلت بك أوتارها وليست تطالب إمكانها، وتلك على الأرض من أخدمت ورب السماوات سكانها، ثلاثا قد انتبذت بالعراء لا تنسج الريح أكفانها. سيد الشهداء كان متربا في يوم عاشوراء، بل هذه الشعيرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. سمعتم من الخطباء الكرام مرارا وتكرارا أن أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء في عالم الرؤيا، رأته وعلى ملامحه التراب، وعلى كريمته التراب، وعلى ملابسه التراب، كان تريبا رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم عاشوراء. هذه الشعيرة شعيرة اقتداء برسول الله. شعيرة حسينية أخرى قبل سنوات، بعض المؤمنين، هذه الشعيرة أيضا جاء بها بعض المؤمنين بيانا لمقطع من عاشوراء، أيضا بيان عملي في يوم استشهاد السيدة رقية عليها السلام في 5 من صفر. بعض المؤمنين عندهم شعيرة المشي على الأشواك، هذا تذكير لمقطع من عاشوراء، بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليهن السلام في يوم عاشوراء عندما أحرقت الخيام، خرجنا إلى الصحراء، الصحراء كان مليئا بالأشواك، كم داست بنات الرسالة على هذه الأشواك. هذه الشعيرة تذكير عملي لما حدث لبنات الرسالة.
وغيرها من الشعائر الحسينية التي تبين عمليا مقاطع من عاشوراء. هذه الشعائر الحسينية كلها محبوبة. شعائر الجزع بأشكاله المختلفة التي ينطبق عليها عنوان الجزع بأي صورة كانت، شعائر الإبكاء، بعض الشعائر الحسينية شعائر للإبكاء بأي صورة كانت ضمن هذه العناوين الشرعية التي وردت في الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة تكون محبوبة. هكذا شعائر التوجيه، بعض الشعائر الحسينية شعائر توجيهية، إبداع في الشعائر التوجيهية. قبل شهر أو بعض الأشهر أحد المؤمنين جاء لي بتقويم للأطفال جدا جميل، تقويم لأيام عاشوراء، لعله لكل شهر محرم على ما ببالي. تقويم مصور يومي بصورة جيدة أنيقة، في كل يوم صورة معينة وكلمات للأطفال الذين يقرؤون أو للأطفال الذين يقرأ لهم. هذا شيء، هذا إبداع توجيهي، إبداع حسيني توجيهي، هذا للتوجيه، شيء عظيم، شيء رائع، يلزم أن نبدع. بعض الشباب أهدوني قبل ليالي كتاب بلسان الصور يبين الأجواء العاشورائية في هذا العصر، شيء جدا جميل، صور. هذه أنواع من الإبداع، الإبداع في الشعائر الجزعية، الشعائر الحسينية الجزعية، الإبداع في الشعائر الحسينية الإبكائية، الإبداع في الشعائر الحسينية التوجيهية، يلزم أن يكون هناك إبداع. وكلما كانت الصورة التي تنقلها أدق، عظمة هذه الشعيرة تكون أكثر وأكبر. طبعا تبقى شعيرة التطبير هي القمة في إلى الآن، يعني حسب ما أعرف أنا، في بيان ما حدث في عاشوراء. لا توجد شعيرة بمقدار معرف علمي، لا توجد لعله شعيرة تبين ما حدث في عاشوراء أدق من شعيرة التطبير. بيان هذه الشعيرة لما حدث في عاشوراء أدق أكثر تفصيلا بالنسبة إلى بقية الشعائر، وكل الشعائر طبعا محبوبة. طبعا كلما كانت أدق، كلما كانت أوقع، كلما كانت أبين، يعني أبلغ في بيان ما حدث في عاشوراء، تكون لها ميزته. ولكن كل هذه الشعائر الحسينية القديمة والمستحدثة التي تنطبق عليها تلك العناوين المحبوبة كلها تكون محبوبة، ويلزم أن نبدع. وللإبداع في الشعائر الحسينية فوائد أخرى أيضا، فوائد في صد هجمة الأعداء أيضا، هذا يحتاج إلى تفصيل. الإبداع في الشعائر الحسينية له فوائد أخرى أيضا، وفوائد ليست بالهينة، فوائد قوية جدا. سيدي يا أبا عبد الله، إن كانت أعمالنا ليست مرضية لك، لكن ألسنتنا تلهج بحبك سيدي. سيدي يا حسين، إن كنا، وأنا عن نفسي أتكلم، إن كنا لا نستحق أن نحسب عليك وأنت الطاهر المطهر وأنا وأمثالي فينا ما فينا، إن كنا لا نستحق أن نحسب عليك سيدي، لكن الناس يحسبوننا عليك. يا أبا عبد الله، بلطفك الذي شملنا، بكرمك الذي شملنا منذ نعومة أظفارنا، ألقيت في قلوبنا حبك الذي هو أثمن قيمة في هذه الدنيا. بذلك اللطف القديم الذي شملتنا به بكرمك، وأنت الكريم ابن الكرماء، أبو السادة الكرماء،
سيدي أخذت أيدينا سنوات لا تتركنا. سيدي يا أبا عبد الله لا تطردنا من بابك، اجعلنا من خدامك، اجعلنا من عبيدك المخلصين لك. كمل لطفك وكرمك بحقنا إلى آخر لحظة من حياتنا، أن نكون من خدام شعائرك المقدسة، أن نكون من المؤدين للناس هذه المظلومية التي حدثت لك في عاشوراء وبعد عاشوراء لك ولأهل بيتك، أن نكون من المبلغين للناس صوت مظلوميتك. اللهم بحق اسم سيد الشهداء، بحق اسم الحسين عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بحلول شهري العزاء، شهر محرم وصفر، بحلول أيام العزاء، أيام العشرة الأولى من شهر محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطالبين بثار الحسين عليه الصلاة والسلام تحت راية وليه الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين، اللهم بحق الإمام المهدي المنتظر اشف صدره الشريف، اللهم بحق الأئمة الطاهرين، بحق رسول الله وبحق الصديق الكبرى وبحق الأئمة الطاهرين اشف صدورهم بظهور الحجة. اللهم اجعلنا من خيرة أعوانه وأنصاره وخدامه وعبيده، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق الأئمة الميامين المظلومين محمد وآله الطاهرين.